لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم الأحد 17 من رجب لعام 1437 للهجرة، الموافق 24 من إبريل لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. أكد المهندس جلال مرة أمين حزب النور أن الدولة المصرية تتعرض لمخاطر وتحديات كبيرة، مطالبا أبناء الحزب ببذل مزيد من الجهد وتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن من أجل استقراره والنهوض به. نعى حزب النور عم الدكتور عبد الغفار طه عضو اللجنة الإعلامية للحزب والذي وافته المنية مساء السبت. حصل الدكتور محمود رشاد والدكتور أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة أبو حمص وإتكو بمحافظة البحيرة على موافقة وزير النقل بوقوف قطارين للركاب في محطة أبو حمص. أكد الدكتور أحمد العرجاوي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب حزب النور أن لجنة الصحة في الفصل التشريعي الحالي ستكون مميزة، لافتا إلى أنها ستجوب كل المحافظات وتتعاون مع كل المسؤولين من أجل المواطن البسيط المحتاج للعلاج. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس السبت بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، إضافة إلى أراضي بلدتي ترمسعية والمغير شمال رام الله. في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات مع مصر، شرعت حركة حماس إلى إقامة عشرات المواقع والنقاط العسكرية في المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة لتعزيز أمن الحدود. قتل 14 مدنيا على الأقل اليوم من جراء استمرار أعمال العنف لليوم الثالث على التوالي في مدينة حلب شمال سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر في الدفاع المدني. قالت مصادر طبية وسكان إن التحالف الذي تقوده السعودية نفذ ضربات جوية على ميناء المكلا الذي يسيطر عليه تنظيم القاعدة في جنوب اليمن اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 10 مقاتلين على الأقل في إطار هجوم لاستعادة المدينة. قال السفير خالد اليماني مندوب اليمن في الأمم المتحدة إن وفد المتمردين الحوثيين في مشاورات الأزمة اليمنية المنعقدة في الكويت يعمل على إضاعة الوقت من أجل التقدم على الجبهات لتحسين وضعهم التفاوضي. قتل 8 مدنيون يمنيون إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي وصالح في طريق رئيسي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في الوقت الذي أكدت مصادر محلية استمرار خرق هذه الميليشيات لقرار وقف إطلاق النار في تعز. لقي 4 جنود بالجيش الليبي مصرعهم وأصيب 2 آخران مساء أمس السبت جراء الاشتباكات بالمحور الغربي بمدينة بنغازي مع ما يسمى بقوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة. قتل 8 عراقيين وأصيب 29 آخرون نتيجة انفجار سيارتين مفخختين مساء أمس السبت في حادثين منفصلين شمال وجنوب العاصمة العراقية بغداد. اعتقلت قوات الأمن السودانية أمس السبت العشرات من خريجي جامعة الخرطوم أثناء محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية صامتة تندد ببيع مقر الجامعة. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم في ذكرى الاحتفال بتحرير سيناء عن طرح نقاط إضافية بمنظومة التموين لسد وتأمين احتياجات محدودي الدخل، مؤكدا أنه طالب الحكومة بعدم المساس بالأسعار والتي نتجت عن زيادة سعر الدولار. أفادت مصادر طبية بشمال سيناء أنه تم نقل 3 ضحايا ومصاب من قوة أمنية لمستشفى العريش من منطقة شرق العريش الليلة الماضية إثر انفجار عبوة ناسفة. وتوفي أيمن أحمد السعيد عطية مجند من مدينة السرو في دمياط اليوم الأحد في هجوم إرهابي في سيناء أثناء تأديته الخدمة العسكرية بحسب بوابة الفتح. قرت محكمة النقد اليوم الأحد برئاسة المستشار طه قاسم بقبول الطعون المقدمة من 31 طالبا أزهريا وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم في قضية أحداث الشغب مبنى أبو بكر الصديق بجامعة الأزهر والتي وقعت في يناير 2014 وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن القرار الوزاري المتداول بشأن إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية قد صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وأوضحت أن القرار يخص الجمعيات التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف، مما يجعلها مصدرا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي. ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد الدولة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب وتوفير العلاج الدوائي لأطفال مرضى التوحد. قال تورار رضاييف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة إن بلاده مهتمة بشكل خاص بتعزيز التعاون في مجال النفط والكهرباء، حيث تتمتع بفائض في هذه المنتجات تصدره للخارج، وأضاف أن مصر تستحق مكانتها العظيمة في العالمين الإسلامي والعربي وتلعب دورا مهما في منطقة الشرق الأوسط، وأن أذربيجان تسعى دائما منذ استقلالها لتعزيز العلاقات معها. ينظم مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية دورة متقدمة في تحقيق المخطوطات يحاضر فيها العلامة الدكتور بشار عواد معروف، وهو أحد المحققين الأفذاذ الذين يشهد لهم بالدقة والرصانة العلمية، وقد تخصص في تحقيق كتب الحديث وكتب الرجال، وذلك في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بالحفاظ على التراث الإنساني. وقال الدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات إلى أن هذه الدورة تمتد لمدة 5 أيام من 15 وحتى 19 من مايو المقبل إن شاء الله تعالى. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي المحاضرتان 21 و22 من سلسلة تفسير سورة فصلت فضيلة الشيخ ياسر برهامي. المحاضرة 11 من سلسلة كتاب الأدب من صحيح البخاري الشيخ سعيد السواح. إصلاح الظاهر من سلسلة المشاكل والأزمات الوقاية والعلاج الشيخ محمد إبراهيم أبو زيد. أحكام الخطبة من سلسلة كتاب النكاح من الملخص الفقهي الشيخ سعيد محمود. باب العلم قبل القول والعمل من سلسلة كتاب العلم من المنهل الروي الشيخ أحمد نصر. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي الفلوجة ضحية الإرهاب الطائفي مرتين، كتبه أسامة شحادة. الجهاديون الأوروبيون وداعش واحد، كتبه علاء بكر. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي، هل النسيان في الصلاة يدل على عدم الخشوع فيها؟ وحكم أخذ المرأة دواء للحمل في توأم. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.